بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بعيد عن المشتل والعروض مالتنا، إن شاء الله عن قريب نعرضها. اليوم حبينا نوضح لكم شغلة وأشارككم بها، فشي يعني حلو ومنظر للعنب، وهو السيباط. السيباط أكو ناس تسوي بالسيم، أكو ناس تسوي بالخشب. إحنا سوينا شغلة جديدة والأولى بالعراق. لا تقول أحد مشتغلة، يعني ما شايف أحد بيشتغل بالخيزران، وهي طريقة الخيزران الموضحة قدامكم. شوفوا ما شاء الله على بالياقوت، قبل ما نسيطر عليه فحبينا نشتري هذا الخيزران. هو هذا باعوه، سعره رخيص جدا، وأفضل من الخشب، وأفضل من البواري، وأفضل من القصب، وحتى أفضل من السيم. هذا بيه جرانتي 100 سنة، ما لا يخيس ولا يصير بيه شيء. أسعاره رخيصة، قرابة 700 عود من هذا، سعرهن 25,000، ينضاف للنقل. يعني هذا موجود بأماكن قريبة على بيوتكم، وهم ذول أهل القماش. إحنا هسه المهم نشوفكم طريقة العمل، طريقة كلش حلوة. شوفوا وين صعدناه، يعني سويناه كأنما قفص. هذا عنب راح يصعد ويمشي على يمن العيدان اللي قدامكم. نشوفكم يا من جوا من الاسفل. ها ما شاء الله، شوفوا العناقيد اللي على بالياقوت، ما شاء الله. كان فقط هاي اذن الاربع خشبات، هسه سوينا كبرناه وسعنا العمل. شوفوا هسه راح نسوي هاي الجهه ايضا، يعني نغلقها داير مداير. بس اليوم شويه صيام والجو حار، ف وصلنا هاي. شوفوا اليوم شغل اليوم هذا المربع كله، وهذا التصعيد. نضمضمهن بالسيام، وبعدين نقوم تشتغل بدون سيم. هاي تثبت ويا هذه، مثل ما نقول شلون المسند. تحتاج سيم، وهاي القاطعة هم تضب بيها وتقص بيها السيم. هاي الأرجل مالتها مهم من الخيزران، يعني لو شغل جديد كله 100%، حتى ذن الخشبات اوخرهن واخلي كله خيزران. شغلة حلوة، لا يخيس لا علي شي. شوفوا هذا تقريبا انج، وهذا نص انج. شوفوا الطريقة، هذا اليوم كله اشتغلناه شغل ممتاز. راح تشوفون العنب بصورة ممتازة، يعني يمشي براحته بعد. شوف هسه هذا ليش راح يروح يطلع على الحديقة؟ لا، راح يصعد. صعد وين؟ على السيم، العفو على الخيزران. شغلة حلوة ومرتبة، أنصحكم بها. موجود هذا الخيزران عند أهل المشات، أهل الأقمشة. بس تسأل عليه، بس لا تقول له عمي عندك لو ما عندك. لا، السلام عليكم. وعليكم السلام، عندك خيزران للبيع؟ راح يقول لك إيه. بس إذا قلت له عندك يعطيك 5 4، فأنت تحتاج كمية. هذا كله ما يكلف 5,000 دينار. هاي العيادات كلها ما تتجاوز 100 عود. شغل حلو مرتب، تتخلص من. شوف اكو سيم هنا، هسه اشوفكم هنا. هذا السيم راح اواخره، تهم شغله. هاي تطعيمة العام، شوفوا ما شاء الله. هاي الفرعة وحامل كم عنقود، السنة الجاية يحمل خير من الله. اما ذاك لا، كخير من الله ما شاء الله. كمية من العناقيد ممتازة، رغم يعني شوفوا خففنا، مو خففنا متعمدين، لا بدون قصد. ننزل عيدان ويوقع لك فرع كامل هو عناقيده. شوفوا ما شاء الله، هذا العنب، هذا عنب الياقوت اللي يقولون عليه ما ينجح بالعراق. لا عمي، نجح وفي محافظة بابل، وهاي شمس مباشرة بالحديقة البيت. وهذا كون كريت، يعني مو حديقة نقول عليها نموذجية أو بستان. حرارة داير مدايرها، سياجات وكون كريت. فرعة ما شاء الله، شوفوا شوفوا العظم متى. هذا عمره 3 سنوات، هاي السنة الثانية يحمل ما شاء الله. شغلة بسيطة وما غير متعبة، هذا الشغل تقدر تكمله بساعتين.
شوفوا هاي بعد كم يوم ان شاء الله على شهر منتصف شهر 5، شوف العناقيد هنا نازله وكميتها والوزن. هاي السنه نشتغل على الوزن، هاي السنه نوزن العنقود قدامكم ان شاء الله يوصل حجم ممتاز. رغم قلت لكم حديقه مو نموذجيه والقاع ايضا مو نموذجيه، يعني البستان راح تشوفون احجام ممتازه. كاثرنا هذا الصنف وان شاء الله على شهر 6 نحوله بسنادين ويكون الحجز والتسليم على شهر 9 من تكون شتله ارتفاعها ممتاز. شوف العناقيد ما شاء الله. وين العناقيد اختفت؟ انتهيت مكانات بس انها موجودات ما يروحن. هاي هنا خير من الله العناقيد ما شاء الله. شوف شوف العنقود كثافة خضرية ممتازة. العناقيد تقريبا اكثر من 30 عنقود وهذا الشيء ممتاز ممتاز جدا. وين العناقيد؟ شو اختفن؟ يا الله ها ما شاء الله. شوف كل ما يكبر العنقود ينزل للأسفل. شوفوا اكو بعد عناقيد جهة تحتاج لها، قلت لكم على منتصف 5 كله ينزل العنقود يذقل. هسه حاليا مرتفع لي فوق. شوفوا السمك مالته ممتاز جدا، هذا ثبته بالسيم في بعض الاماكن وبعض الاماكن لا ما يحتاج اي تثبيت، لان يعني هو شد وحل راح يصير. هاي تمنيت هذا الهرش بعده ما مزروع واشتغل هذا السيبات بصوره صحيحه، لا والله سوي نموذجي. شغل محترم ومرتب. هاي بعد شهر او شهرين تلقى واصل هالارتفاعات هذه وساد لك الوادين كلها بالكامل ما شاء الله. شوف العنقود شكل طوله هسه حاليا راح نشتغله مبيدات خاصه نعلن عنها من نستخدمها ان شاء الله حتى لا احد يروح يشتغل. شوف العنقود ويدمر الشتل، يخص الياقوت وغير الياقوت، اي شيء عندك اي عنب راح انتظروني مقطع خاص للتسميد والمكافحة. تحياتي وسلامي الجميع، مع السلامة.